ثلاثة شهدت الصناعة العراقية واقعاً متردياً في جميع مفاصلها، ولكن رغم كل هذه الظروف وغيرها التي مرت على العراق، عادت عجلة الصناعة العراقية تدور من جديد، إلا أنها لا تستطيع مجابهة المستورد الذي يغرق السوق، ما يستدعي من الحكومة وقفة جدية لحماية المنتج الوطني. بعد فترة 2003 بدأت تدخل منتجات صينية ومنتجات يعني غير مدعومة وما داخلة ضمن الفحص والرقابة النوعية، بدأت تدخل بأسعار رخيصة، والمواطن كان يتجه إليها لأنه يشوف السعر مقارنة بالسعر اللي احنا عندنا يعني أقل بكثير، لكن يعني كتنافس من ناحية الجودة فمنتجنا هو أفضل بهواية، وإضافة أنه احنا نعطي ضمان مدة سنة كاملة. إمكانيات موجودة، احنا عندنا معدات كلش مناسبة وأدائها كلش عالي، وتضاهي المصانع والمعامل الأجنبية، بس وحتى عندنا كوادر وإمكانيات فنية عالية من مهندسين وفنيين. فيما طالب البعض الجهات المعنية بإصدار تعليمات للوزارات والمؤسسات الحكومية تلزمها بشراء احتياجاتها من السلع والبضائع من المصادر الوطنية، وعدم السماح لها بالاستيراد من خارج العراق لأي سلعة موجودة في البلاد، فضلا عن تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج الوطني. نحتاج قانون تفعيل لحماية المنتج، وأعتقد الأيادي العاملة والخبرات اللي موجودة ما تقل شأن، لأنه أقل شخص عندنا خبرة لا تقل عن 15 إلى 20 سنة. ونأمل من الوزارات تزود وزارة الصناعة بالخطة التشغيلية مالتها والاحتياج هالسنوي للعام المقبل لغرض يتم دراستها من قبلنا وإبداء الرأي على كل منتج وإعلامهم. ما يوجد تعاون يعني مع بقية الوزارات والمؤسسات الدولة في الوقت الحاضر، الطلب ضعيف يعني على تجهيزه بهذه المعدات. وبشكل عام فإن كل محاولات الحكومة العراقية لإنعاش قطاع الصناعة الحيوي تبقى خجولة ولا ترتقي لمستوى الطموح، الأمر الذي يستدعي وقفة حقيقية من قبل الحكومة لتقويض المنتج المستورد وتفعيل المنتج المحلي. رغم كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، إلا أن الصناعة الوطنية تبقى ضعيفة أمام المنتج المستورد في ظل عدم وجود قانون لحماية المنتج المحلي. من بغداد غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية.